تشيكوا بطبيعتكم وتشوفوا I will do it. سمارة نو انتي كده راجي بيعرش الانستغرام تي اي بشلو ما عليكم انتوما فور فان يا فور فان نو نو ليدي نقطة سمارة وكان على الباج بتاعي زادة تنجموا تابعوني ليدي سمارة كيما اسم القناة بالضبط let's go كان تمام عسلامة مرحبا بكم في قناتي ليدي سمارة اليوم جبت معايا دنوس دينيس دينيس زوجي وكما قلت لكم في عنوان الفيديو اللي انا باش نعمل مكياج على اخر فيديو طلبتوها عملتوها هبطتوها على القناة تنحط لكم رابط الفيديو هوني اوكي ولا على صندوق الوصف زادة شايكوه ديما شايكو صندوق الوصف في اخر اي فيديو معناتها باش نوريكم كيفاش عملت المكياج مكياج بسيط والادوات سهله لهنيك عندي الادوات الكل جبتهم لهنا وباش نعمل المكياج يمكن ينجم يكون الفيديو طويل شويه خاطر باش نحكي لكم على قصه تعارفي بدينيس هو مش قاعد يفهم فيا على خاطر هو تركي راجل تركي فما هوش يفهم فيا هو ماهوش يفهم شعره ديما شعره مزيان برشا وما يتلهيش بيه لا يمشط ولا يعمل له حتى شيء ديما كيكه ديما نقدلو هكا فمش ما باش تسمعوا ابشع الكلمات والتهتك في حق اللغه الانجليزيه متاعي انا سورتو هو يتكلم خير مني بالانجلي انا على كل حال ما كنتش بارعه في اللغه الانجليزيه لكن الانجليزيه متاعي سي بون سلكت بها اموري ونجحت بها في علاقتي مع الانسان اللي اخترته في حياتي ان توكا ما نحبش نطول عليكم باش نعمل لكم المكياج بسيط والادوات ماهمش برشا اول حاجه باش ناخذها هي الاب بور البنات هذايا نتاع سليكي سموث من سميكي سليكي سموث بول من توني موليتا ونكتب لكم لهنا نحط لكم تصويره وكل شيء انتو خاطر ما نحبش نقوم كان باش نقوم باش تصوير نبدل لوبجيكتيف ودرا شنو باش ناخذ منه شويه هو بور فيلر ينقص في المسامات انا ما عنديش برشا لكن نحطه سورتو كتب الدنيا سخونه باش الوجه ما يعرقش من هنا انا البشره نتاعي دهنيه نحطه جوست في الاماكن اللي فيها لي بوغ ينجم يكونوا ظاهرين هكا هاو البنات خليني نعمل ونحكي معاكم او ميم طون باش نستعمل البرايمر من سماتش بوكس فوتو فونيش فينيش واتر برايمر كيف كيف نحط لكم التصويره هذا على وجهي الكل هكايا هذا هو البرايمر نستعمل في السيف انا عنديش بلوسه باش نقعد نستعمل في برايمرات ودرا شنو هو من ميبلين وباش نستعمل معاه الفرشه نتاع ريل تكنيكس بافينغ براش والرقم نتاعي فيه 220 كيفاش عاد كنت باش نحكي لكم حبيت نقول لكم اللي انا جيت لهنا لتركيا ما كنتش عامله حسابي باش نقعد ما كنتش عامله حسابي باش نقعد في تركيا عاد قعدت انا جيت لهنا في دوره نتاع ميك اب المهم قعدت لهنا على خاطر دبرت خدمه فيه كل بريفي قلت خلينا نكمل 6 شهور عام مشيت معاي بالقدا وسافا ومن بعد نروح انتوكا كنت نعرف انسان اخر معناتها I'm speak about before the new for the new يعني I don't know you before that you have changed my program all my program عاد انا كنت نعرف شخص اخر I'm speak I say I know other person before I don't know you يعني انا كنت نعرف شخص اخر في بالي باش ناخذ راجل اخر زاد تركي هو وكهو معناتها هذاك هو البروجرام وماشي الامور وكل عاد مره مشيت نصر I'm speak about I am go with my friends along the disco حسيلو عاد ما طولش جيوني صحابي مشيت نصر I speak about Shadley and Nasreen. حسيت ومشيت انا يذولي واربع بنات نسيت البنات اربع ولا هما ثلاثه بنات مشينا نصروا في ديسكوتيك وهو كان عنده ديسكوتيك في الاستقلال اسمه ديبو وكان الوحيد الديسكوتيك اللي يقعد افطر يعني بعد الاربع نتاع الصباح فهمت شنو واحنا وقتها انا رقدت في الليل وقمت ما ثلاثه ولا وقتاش وهما مشين يصروا يعملوا افطر حسيت نعرف تو باش تاكلوا لي وجهي نتفهر وتعمل افطر اون سون فو هذيك الحقيقه معناتها مشينا نعملو في افتر مفماش حتى ديسكوتيك يقعد محلول حتى المطليثة نتاع القايلة يعني until 3 o'clock afternoon your disco it's up حاسيلو تسمع في الانجلي متاعي شيخة ضحك ونعم شوي في رقبتي البنات هكا هكا هوا مشيت دخلت دخلنا الكل حاسيلو في ديسكوتيك تخلص وتخلص 100 ليرة معناتها 70 دينار تونسية قبل ما تدخل لا فيهم لا شرب لا حتى شيء مفتري I am say about 100 ليرة entry without nothing yeah no drink one water yok yeah حاسيلو دبوزه ميلي دبوزه مي دبوزه مي ما تاخذهاش بكسر انا ما قلتش نورمال هذايا نورمال قلت لهم شخصيا روحوا معناتها
For rich people. For rich people. Unfortunately. حسيلو نطوش عليكم البنات ادخلنا وهذا قاعد يغزلي وانا في البيب هو قاعد في الكيس البرا قاعد يغزلي وانا ما عجبنيش حتى طرف اول مليتو حتى طرف I am saying when I am saying the first time you I am not like you يعني I don't like ما عجبنيش جملة مش ما عجبنيش ولا جي البيلي باش نغزله بالكل هكا قصير ودار فيهم هانتل وما عجبنيش ما نطوش عليكم حسيلو البنات دخلت انا الديسكوتيك خلطت عليا طفيت وانا قاعده على الكونتوار قال لي نعطيك حاجه تشربها قلت له لا اي ام سي فور يو نو قلت له لا ما نحبش مشيت مشيت طفيت كاو قعد لي لكام لا يغزر لي وين انا قلت مشيت انا وقتها معنا طفل هو صاحبنا قلت له شدي قلت له شبيه نورمال عابدني قال لي هذاك مول الديسكوتيك قلت له شيمي فيه مول الديسكوتيك انا راني ما عجبنيش هكا ها انا قاعده كيف في الكولوار هو خد الديسكوتيك في كولوار وهو جاب لي ورده فهمتوا كيفاش خذيتها انا من عنده وعجبتني وعجبتني كيفاش هو يعني I am like it you trust yourself so much ياسر ياسر عنده ثقة في روحه وعطاه لي بكل ثقة هكا في روحه بكل اعتزاز معناتها واثق من روحه هكا هاو عاد البنات خذيت انا الوردة ما نجمش نهنطلو بيان سور على خاطر جيتي اوبليجي باش ناخذ الوردة قلت كان ما خدش الوردة تو يطردني ويهنطني قدام صحابي خذيتك الوردة وكمان فما حاجة خليتني يعني نحب نحكي معاه بالفرنسي تصوروا انتم يعني something I am feeling something when you are giving me this flower I am saying this man he trusts so much himself yes ونتي زادة باش تماكيش هكا ها نطورش عليكم حاسيلو البنات كاو كملت عملت الفون دو تان باش ناخذ من ماكس فاكتور هذايا سي سي كولور اسمهم فيهم هذوما دي كوريكتور نتاع وجه نتاع لا اله الا الله محمد رسول الله هذوما دي كوريكتور نتاع مصححات الوان البنات يتحطوا قبل الفونديشن كان تحبوا نعمل لكم فيديو كيفاش تصحوا البشره نتاعكم قبل ما تحطوا عليها الفونديشن باش تكون لون واحد اعملوا لي قولوا لي في لي كومونتير زيد قولوا لي في لي كومونتير هذوما كيفاش عرفتوا رجلكم خلينا نعملوا جو على الفيديو هذا هكا ما نطوش عليكم عاد البنات باش نعملوا برايمر هيك هاو خديتك الوردة هذيك وقعدت كمان نفكر ما تعجبتني الفازة وقعدت نفكر ومشيت روحت على روحي ما كلمتوش لتها جملة واحدة ما كلمتوش وما عادش نحب نرجع قالوا لي هاي نرجع للديسكوتيك قلت لهم انا ما نرجعلوش تو يعبدني هذيك ومن با نعرف اسمه مرة هو في الحجام او في الحلاق مشى يعمل في شعره او يصفف في شعره يلقى شادي اللي انا صحابي انا وياه هذي يلقى شادي في الحجام قال له اعطيني رقمها سمارة You are safe for Shadley give me her number قال له اعطيني رقمها قال له شو اسمها قال له سمارة قال له اعطيني رقمها انا اصحابي كلهم يعطوا لي سمارة في تركيا انت بارونتيز زيد هو ما انا اسمي مش سمارة لو لكن بو الاسم هذا نعتز به برشا هكا هاو معناتها نتفائل بيه سامحوني نعتز باسم لكن نتفائل بالاسم هذا برشا هكا هاو قال له اعطيني رقمها هكا هاو بعث لي مساج على الواتساب زدت انا قطعت قال لي اي ام دينيس فروم ديبو المساج هذاك تو موجود على التليفون نتاعي يس اي هاف انتل ناو ذيس مسج اي ام دينيس فروم ديبو قال لي زيد قطعت انا ما جاوبتوش بعث لي تصاور وما خيبوا متصاور يو ار سيد مي فيري باد بيكتشرز يا يو ار نوت نايس لوكينج ما خيبهم التصاور اللي بعثهم لي البنات ما عرفتش باش نقول لكم حاسيلو حاجه ترددت زدت انا بطبيعتي جاف لزيد جفلني شني ما عادش نحب نمشي نخرج من الدار جمله وعمل لي حصار حصار عاطفي بعد باش نثبت هذا اللي عملته بالباودر نتاع بالباودر نتاع ستي مات من ريميل ميديوم بيج الرقم نتاعي فيها لكن هي ترانسليسيت يعني ما تعملش لون ما تعملش لون بالكل اوكي حوايج بتاعهم بعد صورهم اوخ كاميرا وشوف نركبهم اوخ كاميرا باش ناخذ الباليت هذه من سماتش بوكس سامحوني قصيت على الكلام باش ناخذ الباليت هذه من سماتش بوكس واللي هي الاسم نتاعها سماتش بوكس دراون ان ديكيت اوت حاسيلو دراون ان تعرف لكم الاسم نتاعها درش نضر شنو حاسيلو اللي هي هذه اللي جيو دي ميني باليت وياسر تحفونه وشونجابل وهذوما يتبدلوا وانت تحرك الباليت والتصويره تتبدل والالوان نتاعها روعه وننصحكم بها نوي البنات تصور انت بدي ماكي وتغسل وجهك ويقعد اب برتقالي فوق عينيك وصغيره ياسر قد اليد تشوفوها وتتحط معاكم تمشي في لي فواياج مخك يقف انا هذيا من لي باليت اللي نحبهم برشا اوكي وباش ناخذ نطورش عليكم باش ناخذ الفرشه هذيا من دبول يا ستوب يا ناخذ الفرشه هذيا من دبول مقلق فيا قاع باش ناخذ الفرشه هذيا من دبول فلافي براش وباش نستعمل اللون هذايا هوا اللي جاي شويه
بيتشي هوا الاخراني وباش نعملوا على كسره العين. باهي كمل نحكي لكم. زدت انا البنات حاسيلو قطعت ما نطولش عليكم هربت. صحابي قالوا لي هيا قلت لهم ما نمشيش هيا قلت لهم ما نمشيش هيا قلت لهم ما نمشيش. حاسي شهر كامل هو يمرش فيهم. جاء عيد ميلاد صاحبتي عندي صاحبتي عندها عيد ميلاد حابه تعملوا على الديسكوت في الديسكوتيك نتاعو فهمت يا اخي. مشيت له قالها مشيت له هي ودي وشادي صحابي نويف قالها نعمل لك العيد ميلاد وما تعطيني حتى فرنك وجيب معك سمارة. I am speak about when I am come back with my friends. أكها رجعت انا بدلت اللوك يمكن بعد شهر ونص قلت امبوسيبل عقلني مستحيل فخاطر بعد ما بعث لي المساج هذاك بعد 3 أو 4 مرات ما عادش بعث لي. بدلت اللوك جمله واحده لبست سرويل المره الاولى مشيت انا لابسه روبه هي شعري ودر شنو عملت مكياج غامق اكحل قلت مين باش يعرفني اختي انا متعديه لصقه في الحيط كل وزغه هكايا والله نحكي معاكم بالرسمي لصقه في all my friends here I am back for you are not see me. انا قال لي اعملي هكاي طول قدم وجهه ماني انا هو واقف لهنا وانا لهنا داخله ورا صحابي كيفاش ما يرانيش يا اخي. قال لي سمارة طول عرفني شو اللي القلب نتاعي عرفني يا ام بوزين اكبر هديه يعطيها لي رب. هايك هواعدنا ما نطولش عليكم اختي قلت هذه ليله زكحه ظهر فيها وبش يعبدني عبد السنين. حطيت لون في كاسه العين البنات وبحركات خفيفه ودائريه نخدمتو كيما قاعدين نشوف فيه وخرجتو لبرا اوكي. قلت هذا باش يعبدني ما فيش نقاش بنفس الفرشه ما بدلتش الفرشه باش ناخذ اللون الاورنج هذا العجيب الرهيب اهو شفتوا. اي وحده تفي عندكم الباليت نتاع ميبلين نتاع جيجي حديد حديدي فيها نفس اللون وفما لي باليت نتاع ان واي اكس خاطر غاليه سماتش بوكس كان ما تحبوش شيء وغالي. في زاد الباليت نتاع سيميلير شنو فما في ويتن وايلد لكن في لوريال زاد موجوده بريسك او تقريبا نفس الالوان اللي في تونس وفي ميبلين اوكي. ما نطولش عليكم حاسيلو البنات باش ناخذوا فقط في كسره العين غرقه هذه ما نمدوش برشا الفوق اللون هوب هكا ها. قال لي سمارة هاي قلت هذا عرفني زيد خلي لو تتعدش عندي فيه اعبدني حاسيلو ليله كامله يشطح معايا ليله كامله مرجني مرجلي القلب نتاع القلب نتاع القلب نتاعي بنفس الفرشه البنات هي بيدها هذيا ما خطرت هالكتلي بالراس هذيا باش ناخذ اللون الاورنج الفاتح هذايا الاورنج عاطي شويه على اصفر ما عرفتش كيفاش تشوف في الكاميرا لكن هو عاطي جدا على اصفر و باش نعملو في العين هذيا العين الرمش المتحرك مش الرمش الثابت اوكي وما نطلعوش برشا جاست باش نعطي شويه تدرج في الالوان مكياج بسيط جدا. قعدت حاسيلو نشطح معاه ليله كامله وقعدنا نحكي ومن اول نهار شطحت انا وياه قال لي تعرف حاجه قلت له راني انا عندي طفله وراني انا نعرف شخص اخر معناتها اخرج من حياتي. قال لي تعرف انت كان ما جاتش عندك طفله ساعه هو ما اهتمش اللي قلت له انا I am speak about I am say to you I have somebody you are not answer to me like I am not say nothing for you. قلت له انا بيبي كم هير ليتل بيت يس لوك يور سيلف ان ذا كاميرا. قلت له انا عندي شكون في حياتي اختي طفاني ولا جاوبني ولا عمل حتى تعليق ولا كاني قلت له عندي شكون في حياتي ولا زماره هكا ها. عملت كي البنات او قعدنا مع بعضنا سهرنا مع بعضنا خلينا العبيد الكل كيكه. قال لي اجا نخرج نمشيو نشربوا حاجه جو ولا اي حاجه لبرا ونعملوا قهوة والاستقلال محلول 24 ساعة. خرجت معاه قعدنا نتمشاو نحكيو لين طلع علينا الصباح والله نحكي معاكم بالرسمي نحكيو 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 نسيت ما قلت لكم مش قالي كان ما جيتش عندك طفلة راني خذيت قوة هكا قالي أول مرة راه بيبي لوك هير بيكوز يو ار نوت كام هير نو بروبلم أشكن كام هير مور مور أي دونت ونت تو ديستورب يو نو يو ار نوت ديستورب مي أشكن هكا ها. ما نطولش عليكم عاد البنات قعدنا نحكي ونحكي واختي ما فهمتش بيني تضربت فيه كنت بنتي راني قلت مستحيل نغزر له انا مخيباو هكا هاو قلت ما نغزلوش خيب سي با مونجو هكا هاو حاصيلو البنات قعدت نحكي معاه جلبني بقوة شخصيته وافكاره مثقف ياسر يحكي على كل شيء على السياسة على الحب على الحالة النفسية على كل شيء حاصيلو البنات واو كان نشوفو المكياج كمان نشوف فيه انا معاش بعض نقرب ونوريهولكم بالكدا ان توكا ما نطولش عليكم عليكم فوالا قعدنا نحكي ونحكي 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 ان توكا
ليلتها هذيك الليله ما نسيتهاش جمله واحده. روحت شي يعني خذيت تاكسي باش ناخذ فرشه اخرى من سيفورا، فرشه قلم سامحوني، وباش نخلط اللون البينكي هذايا، هو بينكي بينكي اورنج، وباش ناخذ معاه شويه اورانجي، اي با خلطهم زوز مع بعضهم اوكي، وباش نحط في الرمش السفلي اوكي. كلمني على الواتساب، قعدنا نحكي ولكن ما عاودش رجعت مره اخرى. انا ما عاودش رجعت نقول لكم علاش، على خاطر حسيت روحي باش نتعلق بيه وانا عندي شكون في حياتي يعني، وعدته بالزواج وصافا معناتها ودارنا يعرفوه وكل، فما ينيش وانا ما ينيش ما حبيتش معناتها، حسيت اللي هو عجبني وكل لكن ما حبيتش مع نكمل الحكايه، فهمت عندي شكون واللي معايا به برشا، قلت يفك علي علاش انا نخسره وكل، وطفيته. هذه مره اخرى قعد يبعث 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 البريود هذيك impossible. قديش بعث التليفونات؟ I am speak about you the first time. I am not come back after I am come back. بعد باش ناخذ البنات بالقلم تاعهم كامل لكم الحكايه، باش ناخذ بفرشه القلم نفس الفرشه القلم، نظفت على يدي ما فما حتى مشكل، خذيت اللون البرونزي الشامبن هذايا من نفس الباليت، من نفس كل باليت وحده، وجيت على مد مع العين وعملت شويه هكايا لهنا مد مع العين البنات، وعملت شويه باش نعاود نزيد ناخذ مره اخرى. ما نجمش احكي لكم على الباليت البيغمونتاسيون تاعها، حاجه تمرض في الراس، وحطيتوني على مدمع العين شويه بس، هو هذا البنات. ومن بعد باش ناخذ الفرشه هذه اللي وريتها لكم اللي من الاول عملت بها المكياج، وباش نحاول اني انا نزيد ننظف الحارش نتاع الخدمه نتاعي الكل. فوالا خفيفه ياسر خفيفه راهي الوحده الفرشه، فبليز ما يجيكم ما ثقلوهاش على الفرشه اوكي. على وباش نفسها هي بيدها نعمل هكا عيني بالكدا، وبشويه او نحاول نفلو في شويه هكا اوكي، او اني نطرح اللون شويه شويه اوكي. فقط هو هذا كل شيء اكس اللي نعم بيه ما لقيتوش، لكن هو في الاصل انا عملت باللون الابيض في وسط عيني اللي هو جاي من ان واي اكس، مازلت ما عملتش كونسيلر، وباش نحط تحت عيني لهنا. عاد قلت لكم البنات ما عودتش كلمته بالكل، خاطر حسيت نفسي تعلقت بيه وانا وعدت غيره فزيد، معناتها وانا مرا عندي وعد وعندي كلمه، عهد وكلمه عندي وميثاق، معناتها ما فيهمش نقاش. بورتون انا الراجل الاولاني ما كنتش نحبه برشا، لكن فرصه باهيه للزواج يعني، زواج انه فرصه باهيه للزواج، ومقتنعه به جدا فهمت. اقتناع اقتناع في عمري انا الحب يتحول الى اقتناع، وبرشا حاجات اهم. هي بوماد تانتي بور سورسيل من عند ان واي اكس، ورائعه كيفها كيما نتاع جيل براون تاع اللي كان عندي منو اناستازيا كيفها بالضبط، لكن هذا ارخص ثمنه. وباش ناخذ الفرشه هذيا فرشه تحديد ولا ما عرفش الفرشه الصغيره هذيا من ريل تكنيكس، وباش نحدد حوايج بشويه هوني. اشكام يس باوريجينال اوريجينال. باش ناخذ الفوند تاعنا استر لودر هذايا، وباش خاطر ما لقيت شيء قدامي بقيت هذايا، وباش ناخذ منها طريف، هي وافيه ديجا، باش ناخذ منها طريف ونحدد به او نظف به الحوايج بي. وفرشه اللي باش نحدد بها هي من بروفيشنال سيري، من ما فهميش الماركه مسحت باش سيبا، لكن فرشه هكا البنات تكون مسطحه ودقيقه باش ننظف بها ونحدد بها حوايج بي. هكا ها وعد البنات قابلت وقلت له ما عادش تكلمني ما عادش دور بيا، راني انا عندي شكون وما حاجتيش بيك وكل شيء. يا اخي هو قال لي مال علاش قابلتني هنتلني، عرفت شنو انا نوري في روحي هو هنتلني. قلت له قابلتك على خاطر مع دخلت بعضي قدام وظهرت معناتها لي انا حاشي بيه وكل، زدت كبش هو قال لي انا ما يهمنيش فيه اللي تعرفه، انا ما يهمني في حتى حد، انا يهمني كان فيك انت، عندك فرصه في يدك اسبوع يا تختار ويا تختارني. وين يو ار سي تو مي يو ماست دو تشويس اف يو وونت مي اور يو وونت هيم. والله البنات لا نزيد عليكم حتى كلمه، قعدت 3 ايام ما كلمنيش وما كلمتوش، وصليت صليت استخاره وقلت يا رب يا ربي اللي تعرفه صالح ليا قدمه، اللي تعرفه خايب ليا قدمه، عملت صليت استخاره. انا كملت الاستخاره منه اقسم بالله والله، بعد درج كلمني اللي كنت معاه، تعاركت انا وياه في التليفون، بعد بربع ساعه بالضبط هذايا كلمني في التليفون وقال لي راني جايك، وقابلته البرة وجاب لي بوكي دو فلور وحط لي غنيت شوك قلبي كبير عاشق كثير ما الاخير شوك هذيك. والله I love so much this song.
I love it. Yes. وحط لي الغنيه هذيك ما ننسيش فما حاجات ما ننسهمش بكلنا. وجي حاسيلو فيلم تاع حب وعنقنا بعضنا والعباد صفق في الشارع. والله والله نحلف لكم العباد صفق لهنا في الشارع فضايح اختي بالالوان. العباد صفق في الشارع والحب جات لبعضه والبكاء ودرا شنوا وهكا هاو قررنا باش هكاكا. وكمان في الاخر تنبست انا وياه يعني زي اللي تخاصمنا شويه لانه انا قلت له ما نحبش نظلم الاخر وكل. قال لي انت مازلت ما عملتش اختيار، كي تعمل اختيار تعرف وين تلقاني. مشيت للديسكو مره اخرى وتقابلنا مره اخرى بعد بايامات يعني وعنقنا بعضنا زاد قدام العباد وكيف كيف العباد صفقت في الديسكو والفضايح اختي بالالوان. I speak about people how much they loved our love story. Yes. يعني البنات هذاك هو اللي صار مجملا، ما نطولش عليكم. كون بعد قعدنا مع بعضنا ومن بعد حبينا بعضنا ومن بعد عرسنا بعد برشا حاجات كهو هذاك كيفاش تعرفنا على بعضنا وكيفاش حبينا ثانك يو بيبي وكيفاش حبينا بعضنا وباش نستعمل الانتي سيرن نتاع ميبلين انت انستون انتي اج و فوالا. خلينا نشوف خاطر ساعات ما يخرجش الواحد تاعو ولا واش نستعملو كأنتي سير. كهو البنات انا ماذا بيا لو كان انتوما زيدا تقولولي قولولي بصبعي باش نعمل البنات. ما عينيش ياسر بالتدقيق المرة ذيا فوالا تو نحلو بصبعي ما فيش حتى مشكل. ماذا بيا زيدا انتوما لو كان تقولولي كيفاش عملتوا او كيفاش تعرفتوا على اصحابكم ولا اصدقائكم ولا راجلكم ولا اللي انتم معاه توا حاسينهم توكا ما نعرفش. وخلينا نشاركوا الفرحه هذه كل مع بعضنا خاطر نتصور هذه اكثر حاجات احنا نسى تقعد لنا راسخه في البال وما ننساوهاش وتقعد حكايات بالرسمي معناتها نعيشوا معاها وتقعد لنا معناتها ما عادش تتعاود سيغتو اذا كان هو الحب الاول والا هو الراجل اللي انت ماخذته توا. ان توكا انا باش نحاول نفلوتي شويه الحرف نتاع الانتي سيغن او خافي الهالات بالفونديشن باش ما يكونش بنيتهم حرف واضح. وباش نعمل بنفس الواحد الكونتورينغ هكا شويه اضاءه. قلت كونتورينغ شويه اضاءه. ما عملتش انا كونتورينغ البنات في المكياج هذايا ما عملتش كونتورينغ من غير كونتورينغ كان المكياج هذا او يظهر لي فيه كونتورينغ خفيف ما نعرفش يظهر لي حاجه خفيفه بكل 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 فوالا. المهم اهم حاجه في الدنيا انه هي الواحد الحوايج بجات سافا. ومن بعدين باش ناخذ الباوز هذايا من ستيمات من ريمال ونثبت بها تحت عيف فوالا فرشة هكاية البنات بيزوتي او مشطوفة او المهم فرشة تكون الشكل متاحة يمشي على قد العين والباقي باش نعمله هكا على وجه الكل. استواغ والحكاية انه انا نثبت الفونديشن شوي شوية فقط مش برشة لانه التخت انا منحبيش تكون ياسر عالية. الحمرة اللي استعملتها هي كانت خالية ما بين ميت مات والدرجة متاعه ميت مات من The Balm سانسير من The Balm لقيته من بعد وهو يجي هكايا يخرج خرج برا تو ماتش يا اوكي حتى نحاول نحط بصبعي فيري نايس نايس طبعا بعد نقرب لكم نعمل لكم كلوز اب للمكياج كود من ذا بالم انستنت اكهاو افغا انستنت فوالا الوحده نتاعو انستنت كيف كيف الصوره والاسم نحطوا اللوط على الفيديو وباش نحط شايف في خدودي تعمل كيم اكل لايك وردوا بالكم حطوا شويه شويه لو عملتوا من هذا البنات لانه ياسر واتر بروف وياسر بيك معناتها
معبي بالماتيغ او البيجمنتيشن نتاعو عاليه برشا، فيعمل مشكله يعني، ما عادش يمشي معاك اذا حطيت برشا. اذا استعملت، اذا استعملت فرج واخر على راحتك. ناخذ الماسكارا من عند اسانس اي لوف اكستريم البينك هذايا. يا وش يا وش بيبي كان بي بروكن، يا وش يا وش يا وش. باش نعمل شويه ماسكارا تركيب رموش البنات، نحط لكم رابط الفيديو زي كيف كيف في خانه الوصف. نوريكم وريتكم فيه ديجا طريقه تركيب الرموش. ما عملتش انا ايلاينر على الماكياج. تشوك زلودن هذا يسن هذا. خديت من ماريلو ميلينايزر من ذا بالم الهايلايت اللي باش استعملته في الفيديو هذايا. اب اب اب. وباش ناخذ كيف كيف الكونتورينغ براش، قلت لكم الادوات مش برشا. وباش نعمل هايلايت. اما نشوفوا كل الاضاءه العالميه بتاعو مصدق فاش تشوف فيها ولا، لكن حاجه مرض بالقلب بنويت. سي مون بريفيري اتس ماي بيست. هذايا ديما يقعد اكثر واحد نحبه من ماريلو، واللون نتاعو اكزاكتلي كيما نحب. وهذا المكياج البنات كما قاعدين تشوفوا فيه، ان شاء الله يكون عجبكم. جوست حاجه بركه بدلتها، بدلت الرموش اللي استعملتهم، مش هما نفس الرموش اللي استعملتهم في فيديو تركيب الرموش اللي حبيته فيه المكياج. استعملت حاجه اخرى، حبيت نوريكم حاجه اخرى انا زاد حبيتها وجربتها ديغنييرمون ياسر ياسر عجبتني، اللي هي الرموش نفسها من عند فلاشز باي شيجيا، اللي الرقم نتاعها او الاسم نتاعها ديامونت ديامنت ديامنت ما نعرفش شنو، لكن دايموند فوالا دايموند. هذيكم هما البنات، المكياج هو نفسه لكن الرموش تبدلوا. حبيت نعطيكم فكره اخرى على رموش العين المبطنه ورموش للعين النازله اللي هكايا، اللي تبدا في الطرف نازله هذه تسر ترفع الرموش هذيك. وجينيرالمون الرموش هذوما يمشيو مع جميع انواع العيون على خاطرهم يكبروا ويوسعوا العين اكثر. وانا اليوم حبيت نوريكم حاجه جديده لاكثر لاقل. حسنوا البيت، ما تنسوش باش تابوني على الانستغرام وعلى الباج نتاع ليدي سمارة، وخاتي هالشعر نتاعو الشعر الشعر. وعلى الانستغرام تاعي زاده ليدي سمارة، ديما ديما احنا موجودين على الانستغرام كل يوم على ستوري كل يوم كل يوم كل يوم. كان عجبكم الفيديو البنات بربي ما تنساوش التشجيع، نتمنى منكم الدعم اكثر لقناتي، نتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتحطوا لايك سورتو على الفيديو هذا باش تشجعوني، وزاده كيف كيف تشجعوا دينيس على خاطر دينيس ما يحبش يطلع معايا على اليوتيوب. وما تحشمونيش قدامه بربي البنات، اعملوا لايكات 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 وكومنتات كومنتات كومنتات. وزاده كيف كيف شيروا الفيديو هذايا على جميع الجروبات اللي انتم موجودين فيها، انا نحبكم من قلبي من داخل. وما تنساوش اللي انا نبعث لكم بوسه كبيره قد الدنيا. لايك بوتون نو باتلاتن. باي 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 باي. اوكي 1 2 3